مغادرة عموتة للمنتخب الأردني، يعني هذا المدرب اللي يتألق مع منتخب النشامة قاده لأول مرة لنهائي دوري كأس آسيا، وأيضا تأهل مؤخرا للدور الحاسم المؤهل للمونديال. ورغم ذلك عموتة يغادر السفينة ويتولى أو يسلم المشعل لمدرب مغربي آخر اللي هو جمال السلامي. عموتة قائد ديال المدربين المغاربة وسفير الكرة المغربية في الدول العربية، عطى واحد البصمة اللي هي مشرفة لأي رياضي وأي كروي أي مدرب مغربي في الدول العربية، خصوصا مشى لواحد البلد اللي هو الأردن، اللي ربما الأردن ما نقولوش كانت هي رائدة في عالم كرة القدم. يعني الأحلام أو الأمنية ديال الأردن هما أنهم يتأهلوا كأس العالم. حنا بالنسبة لنا كمغاربة تجاوزنا هذه المرحلة، ولينا الطموح ديالنا أكبر، وصلنا المرتبة الرابعة، دابا كنفتشوا مع شي حاجة أكثر. وهذه هذا طموح مشروع وأحلام مقبولة. انتقل هو عنده تجربة سواء في قطر ولا في الفتح الرباطي ولا في الوداد اللي ربما ادى معها كاس افريقيا. يعني بالنسبه لنا احنا كمدربين وكرياضيين يعني اضافه نوعيه، حقق اللي ما يتحققش بالنسبه لنا. نعم، حقق نتائج كبيره، والجميل هو انه المغادره ديالو يعني الخلف ديالو غيكون ايضا مدرب مغربي، وهي كانت بطريقه سلميه المغربيه. غير غنسمح لي السي عطيف، نعم، غنشوفوا ماذا قال احمد الملاح وهو صحفي رياضي اردني، ثم نعود. طبعا الخبر كان صادما على الجماهير الأردنية والمتابعين المنتخب الوطني. كانت الجماهير الأردنية تتمنى استمرار عموتة مع المنتخب الوطني، لا سيما بعد التأهل إلى الدور الحاسم والدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وبعد الأداء الكبير للمنتخب الوطني والإنجاز الاستثنائي في كأس آسيا الماضية في قطر والحلول في مركز الوصافة. كنا نتأمل كمتابعين أيضا أن يواصل عموت رحلته الفريدة مع المنتخب الوطني بوجود مجموعة جيدة جدا من اللاعبين وأفضل جيل أردني. الاتحاد الأردني فضل الاستمرار على نفس النهج والاستعانة بالمدرب سلامي والاستعانة بالمدرسة المغربية مجددا، وأعتقد أن عموتة ساهم في قدوم سلامي الى تدريب المنتخب الوطني. بنعرف الصداقه الكبيره بين المدربان، واعتقد ان الاتحاد الاردني كان على علم منذ وقت ليس بالقصير برحيل عموتة، لذلك قام بالتعاقد مع المدرب سلامي ليكون بديلا لعموتة. ستكون مهمه ليست بالسهله، لا سيما ان الجمهور الاردني سيقارن فترة عموتة بفترة سلامي، ولكن أعتقد أن الوضع الحالي للمنتخب الوطني حتى برحيل عموتة هو جيد جدا. يعني وضع المنتخب الأردني جيد جدا رغم رحيل عموتة، يعني رحيل عموتة قدوم السلامي هو يعني صراحة اعتراف بعلو كعب المدرب المغربي محسن. استمرار للنجاح والتشابه أو وجود التقاطع ما بين المدربين أنهم يتحملان الضغط، عندهم ألقاب طبعا على المستوى الوطني، واحد مع الرجاء وواحد مع الوداد، وكيتبتوا انهم واحد البروفيل واحد التقاطع في واحد الصوره في واحد الملمح انهم قادرين يقودوا المنتخب، يكونوا سفراء الى جانب مدربين اخرين اللي كانوا مشاو الطوسي وفاخر في تونس والزكي لما احرز اللقب في الجزائر ثم الركراكي في قطر ثم ايضا السفري الى غيره. عندنا عندنا واحد الترسانه ديال المدربين اللي ممكن يمثلوا، ولكن للاسف البطوله المغربيه تسد مدرب يعني تسد الفرق الاولى في الترتيب مدربين اجانب.